خاطر باش بخير بي خدش شوي لكلسان خلكي جلولة خلكي جلولة كم صار الولاد الألماني بين صار دائما كيبو مطعمه أي شون لبرتشي دي يعني باركو خاوينة ومطعمي زور زور شازة كبابي خوش و تشيشتي زور زور خوشة بالي أي نرخة كيفش بيت باشا باشا زور زور باشا عفيت عم بيه باشا شي خوي بزوري شي حزا خير والله من سيني مريش كخوم كباب خوم بعد جار فاصوليا بامية خوزي اتر هموشتيك بيت اي خوم اتر بدلن بيت يعني عفيت عم بيه السلام عليكم احنا موجودين حاليا بمطعم سميت فلوس مطعم طبعا اكله كلش راقي ونظيف وخدمته يعني ممتازه يعني احنا موجودين كون تقريبا صار 10 سنوات وكنا دائما نتردد يعني على مطعم سميت فلوس ويا العائله كل اسبوعين نجي مره هنا المطعم مثل ما تشوفوا يعني ناس موجودين جالية عربية كبيرة بي وعندنا صديقنا الشيف يعني الأخ كريم وما يقصر يعني كل شيء متوفر نظافة يعني ما شاء الله والأكل جدا طيب وخبز حار بالتنور مثل ما تشوفوا هنا الخبز الحار ونحن يعني دائما مثل ما قلت يعني كل اسبوعين اسبوع حسب بس للاسف وضع الكورونا الان شوي يعني لازم واحد شوي يلتزم. السلام عليكم. الاخ كريم هنا صاحبنا وصديقنا العزيز يعني ما شاء الله دائما ما يقصروا الى الزباين ايش محتاجين كل شوي يجي وشي حلو لطيف هذا يعني من عند الاخ كريم. اهلا وسهلا بك. طلبتموه؟ طلبنا يعني. اسف. نعرف الاكل احنا يعني طيب ممتاز يعني. اهلا وسهلا. عراقي 100%. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. Guten Tag. Hallo. Sind Sie eine Kölner? Ja. Aus Köln? Ja, 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 ja. Wie oft kommen Sie in die Restaurant? Fast jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Was essen Sie gerne? Ich habe gerne diese Suppen. Linsensuppe? Ja, ja, ja. Und Hühnersuppe und so. Ich komme dann meistens vom Fitness. Ja. Und dann ist halt ganz gut so eine Hühnersuppe. Das baut auf und macht Spaß. Und man sitzt hier draußen, sieht den Leuten zu und... Ja. Kann ich relax. Was ist mit Preise? Gefällt Ihnen die Preise? Ist das gut? Ja. Das ist angepasst, finde ich. Angepasst. Ganz gut, ja. 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 Nicht zu teuer. Dann können Sie auch Tee kosten. Ja. Das ja. finde ich schön. Ja, ja. Zur Suppe. Yeah.
لما حنمشي هاتو في العراق نبوني مطعم كي باكو تميز وخوش وخواردني كي بلاتات وبتام هاي خاله كريم خاله كريم يكون معنا خوشويستا دائما يما اگر خوشي طبعا بمطعم سميد فلوس نتمنى الكل هنا بكولون يجي يزوره لانه اكله كلش طيب عراقي مثل ما نقول عراقي بح والخبز عراقي من التنور وتقريبا نجي كل اسبوع او كل اسبوعين احنا والعائله لان تعرفون هسه اجواء كورونا ماكو لطل على طبه فنجي شويه نغير جو هنا بالمطعم واتمنى ان شاء الله الخير للجميع وتخلص هاي المحنه.